أضفنا فقرة جديدة في منتدانا الثقافي أن نقرأ بعضا من أشعار الشعراء القدامى أو العصر الحديث، فاختار أستاذ وسام شرف الدين أن يقرأ الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي، فأقول لوسام: قلم به كم حارت الأقلام، شعر ونثر قصة إعلام، إن تسألوا عن اسمه سأجيبكم، هذا صديق المبدعين وسام. لو كان عندي بردة لألقيتها عليك. في إحياء المنتدى للشعر العربي كما تفضل السيد علي نختار بعض الشعراء، وأحببت أن أختار شاعراً أتناغم معه لأنه من سني و يعني عاش الأحداث التي ترعرعت عليها وشعرت بها، وهو في الحقيقة تميم البرغوثي هو ظاهرة بحد ذاتها، خاصة في ونحن نعاني من قلة الشعراء وجفاف يعني منابع الشعر من الوطن العربي، فعندما نجد هكذا ظاهرة حديثة السن نفتخر بها ونحييها ونحب أن نشجع بها غيرها. تميم هو ابن مريد البرغوثي وهو شاعر فلسطيني، ووالدته الروائية المصرية رضوى عاشور، ولد في 1977 في مصر، وكانت تلك السنة هي التي بدأت فيها عملية السلام المصرية الإسرائيلية بزيارة الرئيس المصري آنذاك أنور السادات إلى القدس. تميم البرغوثي، أنا مش رح أقرأ يعني الاختصار للوقت، يعني ولد في عملية صراع عربي إسرائيلي، في عملية الحفاظ والمكافحة والنضال من أجل هويته الفلسطينية، رأى والداه أيضا يعانيان من هذا الصراع وهذا الجهاد، ومارس حياته كلها على نفس النهج. عندما تكلم والده في نقد عملية السلام على إذاعة صوت فلسطين نفي من مصر، فبقي تميم بعيدا عن والده في صغره. ثم عقب عشية الغزو الأمريكي للعراق في 2003 أيضا تكلم بقصيدة، مما أدت إلى أيضا نفيه من مصر من قبل الجمهورية المصرية، وتكلم بقصيدة ذكر ذلك فيها، اشتهرت وهي باللهجة المصرية، اشتهرت اشتهارا كبيرا بحيث أنه بعد سنتين من إصدارها عفت عنه الحكومة المصرية وقام بالرجوع إلى مصر. قال فيها جزءا منها: أمي وأبوي التأوا والحر للحرة، شاعر من الضفة برغوثي واسمه مريد، قالوا لها دقنبي ما يقصش بالمرة، قالت لهم يا العبيد يلي ملوكها عبيد، من امتى كان رام الله من بلاد برا، يا ناس يا اهل البلد شرياه وشاريني، من يعترض على المحبه لما ربي يريد، كان الجواب انه واحد سافر اسرائيل، وانا ابويا قالوا له يلا على الترحيل، دلوقتي جهدوري لاجل بلادي تنفيني، وتشيب امي في عشرينها وعشريني، يا اهل مصر قولوا لي بس كم مره حتعاقبوها على حبي الفلسطيني. وثم يستمر في جواب السؤال: قالوا لي بتحب مصر، فقلت مش عارف، وهي قصيدة طويلة. في أيضا في عقب الاحتلال الأمريكي للعراق كتب قصيدة اشتهر بها البرغوثي وأصبح مشهورا على الصعيد العربي، اسمها مقام عراق، يمكنكم الرجوع إليها إذا شئتم. ثم كتب في 2011 في أثناء الثورة المصرية، كتب: يا مصر هانت وبانت كلها كم يوم، وفي والمصريون مجتمعون في ميدان التحرير، منعت القاهرة بثها
عن طريق التشويش على قنوات الإنترنت، ولكن وجد المتظاهرون طريقة لبثها وأصبحوا يبثونها كل يوم في الميدان، على ربطوا راياتهم وقمصانهم جعلوها شاشة وبثوا عليها بالبروجيكتر قصيدة تميم البرغوثي فترة طويلة وهم بالميدان. فإذا هو شاعر يعني لعب دورا في الشارع العربي عن طريق الشعر، وذلك ما نبتغيه من الشعر العربي، أن يصبح فاعلا وعنصرا فعالا في تحريك الشباب نحو العزة والكرامة والتقدم. أودت أن أقرأ إليكم بضعة يعني مقاطع من قصيدة تميم البرغوثي في القدس، حيث أتيح له زيارة القدس في عام 1998، ولكن لم يتاح له أن يبقى فيها إلا يوم، ومنع من البيات فيها. مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها. وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. ثم يروي ويسرد المشاهد التي رآها في القدس، وينتقل من العمود إلى نوع ما الحر. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا، تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت، في القدس من في القدس إلا أنت. ثم يسترسل في القدس يزداد ويصف مشاهد أخرى من القدس. في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين، حدبا على أشباهه فوق القباب، تطورت ما بينهم عبر السنين علاقة الأب بالبنين. في القدس أبنية حجارتها اقتباسات من الإنجيل والقرآن، في القدس تعريف الجمال مثمن الأضلاع، أزرق فوقه يا دام عزك قبة ذهبية تبدو برأيي مثل مرآة محدبة ترى وجه السماء ملخصا فيها، تدللها وتدنيها، توزعها كأكياس المعونة في الحصار لمستحقيها، إذا ما أمة من بعد خطبة جمعة مدت بأيديها. وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا، ونحميها ونحملها على أكتافنا حملا إذا جارت على أقمارها الأزمان. في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان. ونوافذ تعلو المساجد والكنائس أمسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالألوان، وهو يقول لا بل هكذا فتقول لا بل هكذا، حتى إذا طال الخلاف تقاسما فالصبح حر خارج العتبات، لكن إن أراد دخولها فعليه أن يرضى بحكم نوافذ الرحمن. ثم يذكر قصيدة تعود بنا إلى التاريخ،
في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر باعوه بسوق نخاسة في إصفهان لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى فأعطاه لقافلة أتت مصرا فأصبح بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان. وهي تعرفون قصة سيف الدين قطز. في القدس رائحة تلخص بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت. والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت وتقول لي إذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي أرأيت. في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس يمكنها العباد كأنها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها والمعجزات هناك تلمس باليدين. في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين. في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى حمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها الكل مر من هنا. في القدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا إلى أن يأتي إلى نهاية القصيدة ويصف نفسه مغادرا القدس. العين تغمض ثم تنظر سائق السيارة الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت خلفنا والعين تبصرها بمرآة اليمين. تغيرت ألوانها في الشمس من قبل الغياب إذ فاجأتني بسمة لم أدري كيف تسللت للوجه قالت لي وقد أمعنت ما أمعنت يا أيها الباكي وراء السور. أحمق أنت أجننت يا أيها الباكي وراء السور أحمق أنت أجننت. لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب لا تبكي عينك أيها العربي واعلم أنه في القدس من في القدس لكن لا أرى